مزيد من التفاصيل على الانترنت واللي بيقدمه لشبابنا وأولادنا من مخاطر أو من فوائد هنعرف تفاصيل عنها وتحليل ليها أكتر مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور. أستاذ لمياء وأستاذ رامي، صباحكم يا رب دايما جميل. أهلا بحضرتك. الموضوع كبير، يعني بقينا بنتكلم على أخطار نفسية للأطفال وللشباب، وبنتكلم على حاجات ممكن توصلهم للانتحار أو العنف ضد أقرانهم، سواء بقى في الشارع في المدرسة في البيت وغيره. فإزاي نحجم الموضوع ده؟ إزاي ناخد الصفوة بتاعته والحاجات الحلوة بتاعته ونبعد عن أضراره ونحتفظ في نفس الوقت بخصوصية ابننا؟ يعني احنا بقدر الامكان مهم جدا نعمل تحصين فكري لاولادنا لكل اللي بيلاقوه على الانترنت. بمعنى كل ما احنا وسعنا من سلوك الانسنه مع اولادنا وبقى في علاقه الوجه للوجه وبقى في تواصل لفظي وكلام وناكل معاهم لقمه حلوه زي زمان، كنا بنشوف زمان واحنا بناكل مع بعض في الغداء كانت بتبقى وجبه نفسيه مش وجبه غذائيه. صحيح. يعني فيها متابعه، فيها رقابه، فيها اشراف. انت يا ابني ما تتكلمش على الاكل، وانت غسلت ايدك ولا لا، وانت ليه عينك محلقه. فالحاجات دي كلها كانت بتعمل تواصل حس بصري. بس يا دكتور الحياه دلوقتي اصبحت قاسيه وبقت رتمها سريع، وبقت الناس يعني الابهات والامهات بيشتغلوا ويشتغلوا شغلانه ثانيه ومش ملاحقين، فيقدروا يعملوا التوليفه دي ازاي؟ ازاي نقدر نحافظ على اولادنا ونحتفظ برضو بخصوصيتهم، ما نبقاش فارضين نفسنا عليهم وفي نفس الوقت مطمنين ان هم في سلام وامان؟ خلينا نتفق ان في فرق كبير بين الوجود والتواجد. انا ممكن ما اكونش موجود مع اولادي فترات طويله، انا متواجد معاهم طول الوقت، بتكلم، بتناقش، بتابع المتغيرات اللي بتحصل عليهم، بكلمهم فيديو كول وبشوفهم طول الوقت هم فين، بفهمهم انت ممكن تقابل ايه على الانترنت، بلاحظ المتغيرات اللي عليهم نتيجه استخدامهم للانترنت. لما الاقي ابني عنده كسل وعنده خمول وبلاده حسيه وضياع لبهاء الوجه ومشاكل صحيه زي قصر النظر على سبيل المثال والام في الظهر وقشمه في الركبه، الحاجات دي كنا احنا جات لنا واحنا عندنا 50 سنه، دلوقتي بقت موجوده عند الاطفال نتيجه الاستخدام المفرط على الانترنت. فالمهم ان انا كأب ابقى شايف دوت وابقى طول الوقت قاعد بتكلم مع اولادي في المخاطر اللي ممكن يلاقوها على السوشيال ميديا، الاحصاءات الرهيبه والمخيفه والمفجعه اللي حضراتكم قلتوها في التقرير بتدينا مؤشر قد ايه ان اولادنا دلوقتي بقوا عرضه للاستهداف النفسي والوجداني والانتهاك العاطفي. للدرجه ان نفس الاحصاءات اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها اللي عملها الامم المتحده قالت ان 80% من الاطفال في 25 دوله اتعرضوا للاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والايحاء الجنسي عبر منصات التواصل يعني الاجتماعي. يعني بجانب يا دكتور وليد، بجانب الصحة النفسية ولازم يكون في محتوى آمن كمان بالتوازي، ففي هذا السياق حضرتك مستمر معانا في لقائنا معاك في هذا الصباح، ولكن اسمح لنا أن ينضم لينا دكتور محمد عزام خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات. يا دكتور صباحك كله خير. صباح الخير أستاذ رامي، صباح الخير أستاذ لمياء، صباح الخير يا دكتور المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني تحدثنا بشكل صحة نفسية مع دكتور وليد هندي، وما زلنا نتحدث، ولكن عشان نكمل بعض ونكمل المعلومة لمشاهدنا الكريم، إزاي يكون في رقابة آمنة على المحتوى اللي بيشاهده الأطفال، والسن اللي مفروض أو ممكن متاح أن أنا أعطي ابني التعامل مع التابلت أو أجهزة الكمبيوتر بشكل عام والدخول بالتالي على الانترنت؟ شكرا استاذ رامي على السؤال ده. هي يمكن انا كان ليا الشرف ان انا اكون ضمن اللجنه اللي كانت بتدرس موضوع الاستخدام الامن للانترنت خصوصا المراحل الصغيره من السن، مرحله النشأة والشباب اللي هو اقل من 18 سنه حقيقه. والموضوع هو مشكله عالميه كبيره جدا نتيجه ان الانترنت من الديزاين الاساسي او التصميم الاساسي بتاعه ان هو عالم مفتوح بلا رقابه وكل حد يقدر يعمل فيه اي حاجه، واذا كان محتوى او تواجد عليه بشكل معين، اذا كان تواجد جيد او تواجد ضار. فطبعا هو الموضوع متعدد الاوجه حقيقه. بنتكلم على من الناحيه الفنيه، حتى احنا بنتكلم على المفروض ان احنا كلنا كدول وكمجتمعات نعمل زياده للمحتوى الاكثر امنا للفئه العمريه دي. بنتكلم على كمان ان طبعا في استخدامات لبرامج معينه ومتسطحات معينه، واقدر اشوف الطفل او الشاب الصغير
بيخش على ايه وما يخشش على ايه، واقدر امنع واحط فلترز بحيث ان انا امنع حاجات معينه ان هو يقدر يوصل لها. انما التطبيق على الواقع هي شيء صعب جدا، ومحاوله وجود ان لازم يبقى عندي مثلا شراكات معينه، الشراكات الخاصه بالعائله اللي هي فيها نوع من انواع القائمه البيضاء للمواقع. انما حقيقه الامر ان الموضوع ده فنيا على قد ما هو نظريا ممكن وسهل، انما تطبيق العمل الحقيقه بنواجه فيه مشاكل كبيره بحد كبير، وليس في مصر فقط، في العالم كله حقيقه. وبالتالي احنا بنتكلم على اساس الحمايه الحقيقيه هو الوعي حقيقة. والوعي عند الطفل في وجود هذه المخاطر الرقميه جديده، في الاستغلال، في التنمر، في انتحال الشخصيه، في سرقه البيانات، ودور حقيقه الوعي ليس فقط جهه معينه. يعني اخيرا دكتور محمد، كمان من ضمن الحاجات المؤذيه التحديات اللي بتبقى موجوده على التيك توك من تشالنجز مختلفه وبتسبب انتحار لاطفال يروحوا يعملوا تجارب مميته، احنا شفنا ورصدنا عدد كبير من هذه النوعيه، فتوعيه حضرتك برسالتك في هذه الفقرة هامة جدا جدا، واسمح لنا دايما انك تكون موجود معانا للتعريف والحديث اكثر، واكيد للحديث بقية. شكرا لدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وامن المعلومات. لكن خلينا نكمل ونروح لدكتور وليد هندي، كلمنا بقى كده في يدينا روشتة نقدر فعلا ننفذها في ارض الواقع، ازاي نحمي اولادنا وازاي نحتفظ بخصوصيتهم وازاي نديهم كل الحرية لكن محدودة. يعني احنا دايما بنقول الابن ده مشروع حياه، فلو عندك مشروع بتروحه كل يوم وبتتابعه، فانت خليك متواجد مع اولادك طول الوقت، خلي دايما في تواصل معاهم، تابع المتغيرات اللي بتحصل عليهم طول ما انت عطيت لهم مساحه للنشاط، انه يرسم، انه يلعب، انه يشبع الحاجه للاعب عنده، انه ينمي مهاراته. وديه مركز الشباب اللي جنب منك دلوقتي، كل مكان في مصر بقى في مركز شباب ب 50 جنيه في السنه، يقعد يلعب طول السنه. يعني لك ان تتخيل، انا عندي اولادي مثلا النهارده في معسكر في نويبع تبع وزاره الشباب ومعمول مجاني، هيقعد اسبوع في معسكر قاعد بيستكشف، قاعد بيلعب، قاعد بينمي مهاراته، قاعد بيعمل اكل لاصحابه، الحاجات دي كلها بتخليه يستغنى اوتوماتيك على استخدام الانترنت ما بيستخدمهوش، يعني طول ما كان عنده مساحه للتفكير الحر والابداعي والنشاط والانماء ده هو اوتوماتيك بيبقى. بس للاسف يا دكتور وليد، سامحني على مقاطعتك، زهوه السوشيال ميديا والحاجات الفيك اللي احنا بنشوفها من صور ولايف ستايل وخروجات وسهرات واماكن والوان وحركات، كل ده بيستفز الشاب او الطفل في ان هو عايز يروح المكان اللي شايفه في الصوره، المكان اللي شايفه في الفيديو، فازاي، مش هقول لك اقضي، ولكن ما اسمحش ان يبقى في تاثير كبير لهذه النوعيه او هذا التاثير السلبي من السوشيال ميديا والحاجات اللي بنشوفها من فيديوهات وريلز على الانستجرام وفيسبوك بشكل كبير على الاطفال وتطلعاتهم الفضوليه بالتاكيد. يعني حضرتك اشرت لحته مهمه وخطيره، لان الكلام ده بيدي عند الاطفال والشباب شعور بعدم الرضا عن الواقع اللي بيعيشوه، وبالتالي بيبقى رافضين حتى البيئه الاجتماعيه اللي هم فيها، بلس ان بيبقى في عندي تعدد في المرجعيات التربويه، يعني بسيب ابني لغيري هو اللي بيربيه من خلال الاستقطاب والاغراء، وبعد كده يدي له كل المفاهيم اللي هو عاوز يديها له، فالابن يطلع مفتقد الهويه. المفروض انا بعمل، انا بصاحب ابني، انا بقول لحضرتك النهارده اولادي في نويبع، السنه اللي فاتت كانوا في الجامبري اللي هو التجمع العالمي للتشريفات في كوريا، طب انا كوليد دخلي الفردي والشخص يسمح لي اطلع اولادي كوريا؟ لا ما يسمحش، انما انا لما وديتهم تبع وزاره الشباب ابتدوا هم اللي ينشطوا اولادنا ويفسحوهم ويخرجوهم ويطلعوا بهم بمعسكرات في كل حته على ارض مصر، بالمهرجانات، مهرجان العالمين اللي بيتعمل النهارده، في رحلات مجانيه لاطفال المدارس وحاجات عاملاها وزاره الثقافه وطلاب الجامعات يعني وغيرها. يعني يا دكتور وليد، حضرتك اشرت المهرجان العالمين وهذا المهرجان المتشعب في الحقيقه بمختلف الاهتمامات، كل واحد مهتم بحاجه او بيحب حاجه هيلاقيها موجوده في العالمين، وتحديدا الشباب وكمان اكيد الاطفال. موضوعنا مستمر الحديث فيه بالتاكيد، واكيد الحديث بقيه عن تاثير الانترنت والتعامل مع الاطفال من خلاله، هتنضم لينا اكيد من جديد دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، بشكرك على هذه التفاصيل خلال هذه الدقائق من فقرتنا اليوم.